وللحديث أكثر عن قمة الرياض يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد الحسني المحلل في الشؤون السياسية والاقتصادية. دكتور بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا على أبرز القرارات وأيضا التوصيات التي تم الخروج بها من قمة مجلس التعاون 39 في الرياض اليوم؟ نريد قراءتك بشكل موجز. شكرا. بداية يطيب لي أن أشكر تلفزيون البحرين والقائمين على نشرة الأخبار لإتاحة الفرصة لي للتحدث في هذا اللقاء عن انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي المقامة حاليا في الرياض. أولا أعبر عن تهانينا أيضا للذكرى 39 لانعقاد هذه القمة، وكذلك نعبر عن تهانينا لتولي الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي مقاليد الحكم في الذكرى الرابعة له، والتي جاءت كلمته في افتتاح دور الانعقاد شاملة وجسدت الواقع لدول المنطقة وفيها من الشفافية والصراحة، وكانت تلامس الاحتياجات والتحديات وتعزز من وحدة دول الخليج. تكتسب هذه القمة أهمية في تعزيز التعاون الخليجي والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته وتقوية أواصر العمل المشترك بين دول الخليج العربي ومواجهة التحديات، والتأكيد على أهمية استمرار مجلس التعاون ليكون مرتكز أساسي لكل الشعوب. حقيقة نحن على ثقة تامة بالرؤى الحكيمة لدى قادة دول مجلس التعاون برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإخوانه القادة على أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك بما يخدم شعوب دول الخليج والأمة العربية والإسلامية وقدرتهم على مواجهة التحديات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم. جاءت البيان وجاء البيان لهذه القمة متماشيا مع التحديات الراهنة والعديدة والتي يسعى إلى تحقيق وتعزيز العمل الخليجي المشترك بجميع جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. تطوير أداء مجلس التعاون لتعزيز الروابط المشتركة والتكامل الاقتصادي كان بإعلان الرياض إزالة كافة العقبات في طريق استقبال السوق الخليجي المشترك، وهذا يؤكد على أهمية العمل على تنفيذ قرارات المجلس والاتفاقيات التي أبرمها والالتزامات بمضامينها ولإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية مستقرة تعزز من رفاه شعوب دول الخليج. أيضا جاء التأكيد على تعيين قيادة عسكرية موحدة يعزز من التكامل الأمني العسكري، التأكيد على مضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين في العمل الخليجي المشترك واستكمال المنظومة العسكرية المشتركة والأمنية لتحقيق الأمن لدى دول الخليج العربي. حقيقة كان هناك أيضا من القراءات في اللي هو إعلان الرياض تأكيد أهمية سياسة خارجية موحدة فعلة تعمل على تحقيق مصالح دول المجلس، وهنا يأتي دور الموقف الموحد لدول الخليج العربي، وكانت القراءات واضحة بالنسبة للسياسة الخارجية سواء كانت لفلسطين بتأكيد المجلس على مواقفه الثابتة في القضية الفلسطينية، إيران تأكيد على مواقف دول الخليج من التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والعربية وإدانتها أيضا استمرارها لاحتلال الجزر، ودعوة إيران للاستجابة بعدم دعم الإرهاب والتدخلات في شؤون القير. العلاقات أيضا جاءت بالنسبة إلى اليمن تأكيد الوقوف مع الشرعية ومع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضية وهوية النسيج اليمني والتخلص من الميليشيات الحوثية التابعة والمدعومة من إيران. أيضا بالنسبة للعراق جاءت هناك القرارات بدعم الحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه. بالنسبة لسوريا أيضا جاء هناك تأكيد الموقف والقرارات بشأن الأزمة السورية والحل كما جاء في مبادئ جنيف وقرارات الأمن 2254 والعمل على أهمية إعادة النازحين
واللاجئين إلى مدنهم في سوريا. إذا دكتور محمد الحسني المحلل في الشؤون السياسية والاقتصادية، كل الشكر وتقدير لك. شكرا لكم وللتلفزيون البحرين. شكرا.